أطلق الفريق الحكومي خلال عام 2021 عدداً من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين في إطار خطة التعافي الاقتصادي. نعم، الزميلة مريم حميد تستعرض خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي. شكراً لكم زملائي. حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات وواجهت تحديات عدة بروح الفريق الواحد بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين، فتم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي المبنية على 5 أولويات، وهي أولاً خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من خلال تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 لتحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص. كما سيطلق صندوق العمل تمكين حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. أما ثانيا، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2,500,000,000 دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتتضمن 7 برامج، منها تطوير نظام سجلات وإطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني. أما ثالثا، تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي من خلال إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، وأبرزها مشروع مترو البحرين والطريق الدائري الشمالي. أما رابعا، تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي بنسبة 5% في عام 2022 كتطوير وتنمية قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. أما خامسا، تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، فتم العمل على وضع حزمة من المبادرات الجديدة تنقسم إلى شقين، يركز الشق الأول على خفض المصروفات، أما الشق الثاني سيركز على العمل على تنمية الإيرادات الغير النفطية.